قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تورث الذل، إذا كانت الطاعة عز للمطيع ورفعة، فإن المعصية ذل له وهوان، أو ذل له وهوان، والعز في طاعة الله، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى هذا عز للعبد، عز للعبد ورفعة، والمعصية ذل وهوان، والمعصية ذل وهوان. فمن أراد العزة، العزة لله، فمن أراد العزة فليطلبها بطاعته، فليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: إنهم أي العصاة وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، نوع من الخيل، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، يعني حتى وإن كانت عندهم مركوبات جميلة حسنة طيبة، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم.